السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في توتوريال رقم 1 لمادة تي 215. المادة بتتكون من بلوكين اتنين. البلوك الأول عبارة عن مجموعة من المواضيع حوالين الإنكودينج، ترميز البيانات والديكودينج الخاص بيها وطرق تخزينها على الأوساط المختلفة زي الهارد ديسك أو السي دي روم والدي في دي. البلوك التاني بيناقش موضوعين اتنين، الموبايل جينيريشنز أجيال الموبايل بالإضافة للجي بي إس اللي هي تقنية تحديد المواقع، زائد المشاكل اللي بتقابلني وإزاي بحلها فيها. طبعا المادة فيها جزء مسائل، المسائل لا تتعدى 4-5 صفحات بالكتير، زائد جزء نظري وده الأكبر. في خلال الامتحانين اللي فاتوا في المادة المسائل بتتكرر، بتيجي هي نفسها، بس بدأ يغير في الأرقام أو يغير في الفكرة بتاعتها، بس تفكير بسيطة يعني مش حاجة صعبة. طبعا زي بقيه المواد فالمفروض ان التي ام اي عليه 20% من الماده، الكويز او الميد تيرم بيكون عليه 30%، الامتحان النهائي بيكون عليه 50%. اول مصطلح هنتكلم عنه مصطلحين، مصطلح الانفورميشن ومصطلح الداتا. كلمه الانفورميشن مقصود بيها شيء يمكن للانسان انه يدركه او يحس بيه، زي التكست او البيكتشر او الساوند اللي هي الصوت والصور والنصوص. إنما الداتا أما يكون مقصود بها هي عبارة عن معلومات في صورة مناسبة لعملية المعالجة أو البروسيسنج اللي هو الكمبيوتر. أنا بحول من الانفورميشن للداتا عن طريق السوفت وير. نبدأ كده، بيقول لي الانفورميشن is something a human is capable of receiving، حاجة البشر ليهم القدرة إنهم يدركوها ويفهموا عنها، making sense يعني يفهم معناها إيه. طبعا هي ممكن أشكال مختلفة للانفورميشن اللي هي التكست والبيكتشر والساوند. information كمان knowledge acquired، معرفة بيتم الحصول عليها، أو something told يعني حاجة وصلت لي معلومة تلك. طبعا هو بيقول إن information بتستهلك موارد كتير، موارد محدودة سواء موارد financial يعني مالية أو موارد شخصية. وكمان الحكومات اللي موجودة عندي اللي هي governments المفروض إنها بتحاول تسيطر عليها، ده بالإضافة لإن الشركات التجارية أو commercial companies أو الأورجانيزيشن بتحاول تبيع المعلومات دي وبتحاول تكريت ومانج وأورجانيز للمعلومات دي. إحنا مهمتنا في البلوك دوت إن إحنا نحاول نعمل إنكودينج للداتا يعني ترميز، ونعمل لها ديكودينج، نعمل لها ترانسميشن أو نشوف الطرق اللي أنا بستخدمها عشان أبعت البيانات، وطرق تخزينها للستورينج، ريتريفينج يعني الاستعادة. نيجي نتكلم على المصطلح التاني اللي هو مصطلح الداتا. الداتا هي معلومات في صورة مناسبة لعملية المعالجة داخل الكمبيوتر، يبقى إذا هي refer to cheerly information that it is in a suitable form، بصيغة مناسبة للبروسيسنج يعني المعالجة والmanipulation باستخدام الكمبيوتر. أما نيجي نتكلم على داتا يبقى نقول data processing، يبقى إذا refer to information associated مرتبطة بالcomputer processing. في مصطلح عندي اسمه database. database اللي هو قاعدة بيانات. قاعدة البيانات هي عبارة عن مجموعة من المعلومات المرتبطة ببعضها، زي قاعدة بيانات طلبة الجامعة بيكون فيها اسم الطالب، رقم تليفونه، تاريخ ميلاد الطالب، المواد اللي خلصها، المواد اللي بقية له، وهكذا. data processing مقصود بها عملية معالجة البيانات، the manipulation، معالجة البيانات باستخدام الكمبيوتر. نيجي نتكلم هنا على major new phases in communication technology اللي هي النقط المهمة في علم الكوميونيكيشن. أول حاجة بيقول لي هنا فيه عالم اسمه يوهانز جوتنبرغ كان اخترع آلة الطباعة في القرن 15. بعد كده في التلغراف أو البركلوت حضراتكم تسمعوا بيه. بعد كده ظهر موضوع التليفون، الموبايل كوميونيكيشن، الساتلايت اللي موجودة في القرن 20. حاجة عامة يعني. يقول هنا examples أمثلة على information storage أو data storage اللي أنا بستخدمها، اللي هي زي السي دي روم أو الدي في دي، البرينتد دايري اللي هي المذكرات الورقية المطبوعة، file of papers ملفات ورقية، الكتب printed box، ال USB flash وهكذا. في هنا سؤال ده activity في الكتاب، يقول لي يا ترى هو أنا ممكن أقدر أخزن كل المعلومات ديت أو أشكال المعلومات اللي هي التكست والأوديو التكست والاوديو والساوند، هل اقدر اخزنها كلها على ميديوم واحد زي الهارد ديسك؟ بيقول لي لا. يبقى هنا دلوقتي كود وي ستور، يا ترى نقدر نخزن كل الانفورميشن اون ذا كمبيوتر هارد ديسك؟
حتى لو الكمبيوتر هارد ديسك اللي موجود عندي كان كبير جدا جدا، وننظف او نخلي الاوفيس المكاتب الخاصه بينا او البيوت فاضيه منها، يعني انا هلغي الكتب وهلغي شرايط الكاسيت وهلغي كذا كذا كلها واحطها على الكمبيوتر. هو بيقول لي هنا لا. ليه؟ لانه كل وسط من اوساط التخزين دي او كل نوع من انواع المعلومات او الانفورميشن اللي موجود عندي بيكون ليه خواص معينه بيه، وبالتالي بيحتاج وسط معين لتخزين البيانات. فهو بيقول لي it is because each information storage، كل وسط من اوساط تخزين المعلومات it has a particular characteristic. يبقى كل information medium مثلا المفروض انه بيكون ليه particular characteristic. السؤال ده غلط، الكلام اللي انا بقوله كلام غلط، انا هبدا من اول وجديد. هو هنا بيقول لي يا ترى انا ممكن السؤال هنا بيقول يا ترى انا ممكن اخزن كل المعلومات اللي موجوده عندي مع اختلاف انواعها على هارد ديسك، حتى لو كان الهارد ديسك اللي موجود عندي ده كبير جدا. هنقوله لا. ليه؟ لان الانفورميشن اللي موجود عندي باختلاف اشكالها فهي بتحتاج اوساط مختلفه لتخزين البيانات. يبقى هنا بيقول لي could we store، يا ترى نقدر نخزن كل الانفورميشن على الكمبيوتر هارد ديسك، وبنخلي نعمل clear out الـ office او الـ home on the other items of the other items. طبعا احنا قلنا no. ليه؟ it is because each information storage، لان كل information type مثلا has a particular characteristic، بيكون لي particular characteristic that make it is more suitable for us to use in a particular situation. يبقى لان كل شكل من اشكال المعلومات اللي موجوده عندي بيكون لي medium خاص بيه. نيجي نتكلم على storing the information، هخزن البيانات. فاول حاجه بيقول لي هنا for example هنستخدم البيبر based diary اللي هي المذكرات الورقيه او النوتس. طيب ايه الميزات الخاصه بالنوتس؟ ايه ميزاتها وايه عيوبها؟ هو بيقول لي هنا ميزاتها انه عمليه ادخال البيانات فيها بيكون سهله. ليه؟ لان انا مش محتاج كيبورد، انا محتاج ورقه وقلم وانتهى الموضوع. يبقى هنا الداتا انتري از كويكر ان سيتويشن هو وي دونت هاف اكسس تو ا فول كيبورد، ما عنديش كيبورد اقدر اكتب بيانات على طول. كمان مش محتاج ان انا اروح اشغل زرار واعمل لوجن على الكمبيوتر والكلام دوت عشان ادخل بيانات. يبقى هنا بيقول لي ات بروفايدز when with instant يعني لحظيا، وصول لحظي، no need to switch، مش محتاج ان انا اعمل switching الحاجة اشغل حاجة، ولا محتاج ان انا اعمل login على system معين. cheap رخيصة، small and lightweight، صغيرة ورخيصة خفيفة حجمها. عيوبها بقى صعب ان انا اعمل عملية backup منها، يبقى لازم اروح اوديها مكتبة التصوير مثلا اصور منها نسخ، والنسخ دي هتاخد مساحة. تخيل لو انا عندي مثلا 20,000 كتاب والمفروض ان انا اعمل منهم نسخ، يبقى انا عايز مكتبه جنب المكتبه عشان تبقى نسخه احتياطيه. covers a limited time period of period، طبعا هي المفروض انها بتاخد وقت معين او بتسجل بيانات في وقت معين. difficult to share with other people. السؤال اللي جاي ده ممكن يجي مقالي، فهو بيقول لي اذكر لي الخواص اللي لازم وجودها في وسط التخزين عشان يؤدي عمله بصوره فعاله. إذن the necessary characteristics needed for efficient فعال and the effective storing of information. أول خاصية accessibility، قابلية الوصول لها، إن أنا يكون سهل إن أنا أمتلك أو أوصل للميديم دوت. durability، قدرتها على التحمل، مثلا ما ينفعش إن أنا أكتب على ورق الكلينكس. ليه؟ لأن قدرته على التحمل ضعيفة جدا، لكن إحنا بنكتب على ورق عادي. portability، قابليتها للنقلة، إعادة الاستخدام اللي هو الريوز.